السلام عليكم، نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. تسوية أوضاع نحو 6000 شخص في مركز مدينة البوكمال. الجيش اليمني يسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان ويقصف خميس مشيط. ومبادرة إيرانية في إطار إنجاح محادثات فيينا وترحيب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أفاد مراسل سما بتسوية أوضاع نحو 6000 شخص في مركز مدينة البوكمال بريف دير الزور في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة، والتي تشمل المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية. إن هذه المكرمة من السيد الرئيس بشار حافظ الأسد حفظه الله ورعاه، التي تتجسد الآن فيما نشاهده الآن فيما يخص التسوية لكل أبناء سوريا وخاصة أبناء مدينة دير الزور بشكل خاص، لأبنائنا الذين انجرفوا مع المجموعات الانفصالية وغرر بهم، ومع مر الأيام خلال الفترة السابقة اكتشفوا أن كل ما كان وكل ما دار حول سوريا هو محض كذبة صنيعة الإمبريالية الأمريكية. اليوم عادوا هؤلاء الشباب وبأعداد متزايدة وكثيرة وغفيرة لحضن الوطن، وهي بادرة جيدة نحو مستقبل باهر أيضا وزاهر، ونحو ما قاده السيد الرئيس من مسيرة. الحمد لله جت الجيش السوري وصارت التسوية والحمد لله رب العالمين. هل جيت أسوي تسوية، منحتني التسوية أنه أرجع على وطني وبلدي مع الشباب الرفاق الطيبة، والحمد لله رب العالمين، والتسوية كلها من صالحنا والحمد لله رب العالمين. سوينا التسوية مشان نرجع نخدم الوطن والحمد لله. يتطمن الوضع يشوف علي شيء ما علي. وهذا انا صار لي 7 سنوات فراري من الجيش، وهسه التسويه سواء سياده الرئيس بشار الاسد مكنني اني ارجع اخدم الجيش السوري وبلدي وارجع مع رفقاتي. سويت التسويه مشان الاحتياط، وريد ارجع اخدم الوطن، ما يعمر الوطن الا اهله. الحمد لله امور سهله، والشباب ما قصروا معانا ومشون من احنا ما يكون، ما في شيء صعب. صار لي شيء 3 أشهر متخلف عن الجيش، واكرمنا سياده الرئيس دكتور بشار حافظ الاسد وخلانا نرجع يعني لحضن الوطن. اعترض اهالي قرى الدمخيه وابودويل وحامو والقصير بريف القامشلي بمسانده حاجز للجيش العربي السوري رتلا لقوات الاحتلال الامريكي، واجبروه على التراجع. وذكرت مصادر أهلية أن أهالي الدمخية وأبودويل بريف الحسكة الشمالي اعترضوا رتلا مؤلفا من 5 مدرعات ترافقه سيارات تابعة لميليشيا قسد وأجبره على التراجع. بالمقابل أكدت مصادر محلية من قرية حامو أن حاجز البيلونة منع رتلا من 4 مدرعات من الوصول إلى الطريق الدولي في الوقت الذي تجمع فيه أهالي قريتي حامو والقصير وتقدموا باتجاه الحاجز ورشقوا مدرعات الاحتلال بالحجارة وأجبروها على التراجع باتجاه القحطانية. استهدفت قوات الاحتلال التركي وتنظيمات إرهابية تعمل بإمرتها خلال الساعات الماضية قرية الدردرة في ناحية تلتمر بالريف الشمالي الغربي للحسكة، ما أدى إلى وقوع أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وبحسب مصادر أهلية استخدم الاحتلال التركي ومرتزقته المدفعية الثقيلة في القصف. هذا وتتفاقم الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي قرى ريف الحسكة وخاصة الأطفال والنساء جراء الاعتداءات المتكررة للاحتلال التركي ومرتزقته، والتي أدت إلى تعطيل الحياة وأرغمت بعض الأسر على النزوح باتجاه مدينتي القامشلي والحسكة. أجرت وحدات من الجيش العربي السوري بمشاركة من القوات الروسية تدريبات تحاكي أجواء معركة حقيقية، وذلك في تدمر بريف حمص. وضمت التدريبات أيضا مشاركة عناصر الهندسة بتفكيك مفخخات وعبوات باستخدام معدات حديثة وتقليدية.
حرر 5 مختطفين كانت التنظيمات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي. ولدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو زندين غرب مدينة الباب، قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم. هذا وتأتي عملية التحرير في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وإعادتهم إلى ذويهم. جرت في دمشق وحلب احتفاليتان بمناسبة إدراج القدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو. فعالية هي اليوم احتفالا بإدراج عنصر القدود الحلبية على القائمة التمثيلية للتراث الإنساني. حبينا نتشارك مع المجتمعات المحلية بإعلان هي النتيجة. الاحتفالية هي تعبير عن الفرح والجماهيري بهذا الإنجاز الكتير مهم. الشباب حابين يحتفلوا، تجمعوا بساحة الأمويين، وبعتقد كمان في مجموعة أخرى متجمعة هلأ أيضا بحلب مقابل قلعة حلب. حبينا مثل العادة تقوم الأمانة السورية بمشاركة المجتمع المحلي يلي هو الأساس ويلي هو الحامل لهذا العنصر بمشاركته بهذا الاحتفال. فحبينا نكون من قلب دمشق لقلب حلب ولكل سوريا عم نقول مبروك لكل السوريين ومبروك لسوريا. حلب مو بس قدود، حلب عراقة، سوريا عراقة آلاف السنين. فوين ما رحنا في تراث، سوريا غنية بالتراث وغنية بالحضارة. عم نشوف اليوم من الجيل الشباب الجديد، هي مرحلة أنا بعتبرها كتير مهمة وتاريخية لعدة أسباب. أهم أسباب أنه إحنا اليوم بعد 10 سنين حرب، رغم سنين الحرب كنا مستمرين بالتوثيق، بالتحضير لهذا التوثيق، بالموسيقى السورية نوصلها للعالم، مو بس الوطن العربي حتى مستوى العالم. فإحنا هذا كتير سعيدين بهذا اليوم أنه صالة الموسيقى تبعنا وصلت للعالم برا، فهذا فرح كبير. وإن شاء الله يا رب هيك فيها استمرارية للتراث الدمشقي والساحلي وإلى آخره. منظمة اليونسكو أخذت القدود الحلبية وضعتها في مجمع التراث اللي عندهم في اليونسكو. بالنسبة هذا الحكي بالنسبة لنا كتير مهم. كتير سعيدة وبيسرني كتير إنه اليونسكو نزلت الأرشيف الحلبي أو نزلت القدود الحلبية خاصة بأرشيفها الفني. وفي السياق أكدت وزيرة الثقافة لبنى مشوح بذل جهود كبيرة لإدراج منظمة اليونسكو للقدود الحلبية على لائحة التراث الإنساني. تستطيعون أن تعتبروا هذا خرقا مهما على الصعيد الدولي. هذا الخرق له تداعياته الثقافية النفسية وتداعياته السياسية وبالطبع تداعياته الاقتصادية. أما عن تداعياته الثقافية فهو يؤكد لنا أن العالم يعترف بأننا بناة حضارة وبأن ثقافتنا التي بنيناها عبر العصور وتوارثناها عبر الأجيال وأغنيناها بقدرات شبابنا وكفاءاتهم وأفكارهم البناءة، هذه الثقافة معترف بها عالميا. لما استوعبنا خطر الحرب على الهوية بادرنا بخطوات أسرع تراكمية كانت ولكن ليست بنفس الجدية لحماية الهوية الوطنية والتراث، مو فقط من خلال التسجيل على اليونسكو مثل ما تفضلت سيد الوزيرة، التسجيل له أبعاد أخرى، لكن نحن وطنيا حاولنا أن نقوم بجهود أكبر بحصر تراثنا. الأمانة بتقوم بالاهتمام بكل خلينا نقول نسعى لنهتم بكل تفاصيل عاداتنا ممارساتنا تقاليدنا الأعراف تبعتنا حكاياتنا أغانينا أمثالنا الشعبية. ومثال على ذلك كان اللي كان نتيجته خيال الظل بال 2018 بثمان زكر والوردة الشامية وهالسنة القدود الحلبية وإن شاء الله مستمرين.
وسط تقدم الجيش اليمني ولجان والسيطرة على مواقع في سلسلة جبال قشعان ووادي السلبة الملاصقة لنجران، أسقطت الدفاعات الجوية طائرة تجسسية لقوى العدوان في محافظة مأرب. هذا وكان سلاح الجو اليمني المسير استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط جنوب غرب السعودية محققا إصابات دقيقة. 6 أعوام من العدوان والحرب الطاحنة، يتسع نطاق المواجهة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة، وبين مرتزقة تحالف العدوان السعودي من جهة ثانية. فبعد امتلاكه زمام المبادرة وتحوله من الدفاع إلى الهجوم واستعادته السيطرة على مواقع استراتيجية كان قد خسرها خلال سنوات الحرب، تعمل القوات المسلحة اليمنية على خلق توازن ردع أمام العدوان. ومؤخرا نفذ سلاح الجو اليمني المسير هجوما جديدا في العمق السعودي مستهدفا قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط ومحققا إصابات دقيقة، وذلك كرد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. الإنجازات الميدانية للجيش اليمني كانت عبر التصدي للطيران التجسسي، فللمرة الرابعة خلال 10 أيام أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية من نوع سكان إيجل أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء وادي عبيدة في مأرب. الاندفاع الناجح لوحدات الجيش واللجان الشعبية، وخاصة بعد التقدم الأخير على أبواب مأرب الجنوبية الشرقية في منطقة البلق الشرقي، ترجمه الجيش اليمني بسيطرته مؤخرا على عدد من المواقع في سلسلة جبال قشعان الاستراتيجية ووادي سلبة في مديرية خبوة الشعف الحدودية مع نجران في محافظة الجوف. معطيات يومية تظهر تطورا ميدانيا كبيرا يرجح كفة الجيش واللجان اليمنية في مسرح المواجهة مع قوات التحالف السعودي، قد يجبر أطراف العدوان في المرحلة المقبلة على تغيير متدحرج باتجاه وقف الحرب وصولا لإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي عانى ما عاناه جراء العدوان. سيطرت جماعات مسلحة على مقرات حكومية في العاصمة الليبية طرابلس مطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 من كانون الأول ديسمبر الجاري. المسلحون اقتحموا مقر حكومة الوحدة الوطنية ومبنى الدفاع، فيما أفيد عن انسحاب الحرس الرئاسي من مقراته عند وصول القوات المهاجمة إلى طرابلس قادمة من غرب ليبيا ومن مصراتة تحت ذريعة رفض عزل آمر منطقة طرابلس العسكرية. أعلنت الدفاع الروسي أن صاروخ تسيرغون فرط صوتي أطلقته فرقاطة الأميرال غورتشوف من البحر المتوسط أصاب هدفا في ميدان تدريب بمقاطعة أرخانغليسك شمال البلاد. أعلن الناتو رفضه دعوات موسكو إلى استبعاد انضمام أوكرانيا مستقبلا إلى الحلف مشددا على أهمية شراكته مع كييف. من جانبها قالت موسكو على لسان المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا أن وسائل الإعلام الغربية تخلق الانطباع أن روسيا تعتزم مهاجمة أوكرانيا، وهذا شعور كاذب ويتم تشكيله عمدا. كذلك أكدت زخاروفا أن كييف تنتهج سلوكا غير لائق تجاه دونباس وتتعمد التجاهل التام لاتفاقات مينسك للتسوية. أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة سترد على إيران بشكل مناسب في حال أي تصعيد نووي من جانبها على حد تعبيره. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في حديث لرويترز أنه إذا تم تنفيذ ما اتفق عليه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران فليس من المتوقع عقد اجتماع خاص لمجلس مدراء الوكالة قبل نهاية العام. محادثات فيينا تهيمن على ملفات الأحداث الدولية، مبادرة إيرانية في إطار إنجاح المفاوضات والوصول إلى طاولة الحوار البناء والجاد
وتقديم التنازلات التي تؤدي إلى الدبلوماسية وتعتمدها حلاً. اتفاق أبرمته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تثبت به حسن نواياها واستعدادها للمراقبة الدولية لبرنامجها النووي. اتفاق جاء في مضمونه استبدال كاميرات المراقبة في منشأة كرج المخصصة لإنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي بعد تعرض المنشأة لهجوم تخريبي، مبادرة لاقت ترحيب الوكالة الدولية بوصفه تطورا مهما لأنشطة التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران على أن يتم تركيب الكاميرات الجديدة في غضون أيام. لقد توصلنا إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد رد إيران على بعض المزاعم التي أعربت عنها الوكالة، وتم الاتفاق على استمرار التعاون أكثر من ذي قبل. مفاوضات فيينا تجري بصعوبة ولكنها تسير في اتجاه جيد. على وقع مجريات الملف النووي في العاصمة النمساوية حيث تستمر المفاوضات الدبلوماسية هناك، أكدت إيران على لسان كبير مفاوضيها علي باقري كني أن الأيام الماضية أثبتت إمكانية إحراز التقدم، مشيرا إلى أن المحادثات مستمرة بشكل مكثف حيث يواصل الخبراء العمل على النصوص. ما زال الجانب الأوروبي يرشق بتصريحاته الإيرانيين متهما طهران بعدم الجدية، لكن المجريات تثبت عكس ذلك. تصريحات وآراء متضاربة لن توقف مسيرة المفاوضات النووية الإيرانية في فيينا. المباحثات تطول ولم يتسنى إلى الآن رؤية بصيص أمل في إطار حسم الملف بشكل دبلوماسي والتوصل لاتفاق. صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022 بأغلبية كبرى. وتم تمرير مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يسمح بتمويل يقارب 800 مليون دولار لوزارة الدفاع بتصويت من الديمقراطيين والجمهوريين. وأضاف المشرعون تعديلا جديدا يقضي بدراسة حرب أفغانستان كأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. إلى أخبار الاقتصاد مع تيماء صبري. تيماء مساء الخير مشاهدينا. بداية الأخبار الاقتصادية مع العناوين. معاون وزير المالية يوضح كيفية احتساب التعويضات وفق المرسوم الجديد. في خان الشونة بحلب القديمة معرض منتجين في دورته الثانية، مكان واحد يجمع مشاريع منتجة وواعدة. أهلا بكم. أكد معاون وزير المالية منهل هناوي أن المراسيم التشريعية الثلاثة التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد المتعلقة برفع رواتب وأجور وتعويضات العاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية تتبع لسلسلة برامج زمنية محددة تقوم على ردم الفجوة قدر الإمكان بين الرواتب والأسعار وتحسين الوضع المعيشي للعاملين في الدولة. وحول احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أسعار أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل، بيّن هناوي أن التعويضات هي نسبة مئوية من الراتب كانت سابقا تحسب على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ 30 من حزيران عام 2013، أما الآن وفق المرسوم الجديد أصبحت على الراتب الحالي وبالتالي تعد قفزة نوعية على التعويضات. وأشار هناوي إلى أن الزيادات والتعويضات التي تقدر تكلفتها ب3000 مليار سيكون تحصيلها من خلال الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات التي بدأت ترفض صندوق الدين العام والخزينة العامة بالمبالغ المالية، إضافة إلى تحسن تحصيل الضريبة أو مكافحة التهرب الضريبي ليس عبر فرض ضرائب جديدة وإنما من خلال تحصيلها من أنشطة اقتصادية كانت مخفية. كشف المهندس نشوان بركات مدير مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة أنه تم منح حوافز إنتاجية وتصديرية ضمن برنامج الاعتمادية للمنتجين والمصدرين، حيث تم منح مزارع الحمضيات حافزا إنتاجيا قدره 30 ليرة
سوريا عن كل كيلوغرام مصدر من المزارع المعتمد، ومنح المصدرين حوافز تصديرية 30 ليرة عن كل كيلو منتج من مزارع معتمدة وموضبة في مركز معتمد. وأضاف بركات أنه سيتم أيضا منح المصدرين حوافز 20 ليرة عن كل كيلوغرام منتج خارج المزارع المعتمدة، ويستمر هذا الدعم لغاية 30 من أيار لعام 2022. وبيّن بركات أن عملية التسويق التي تستمر لمدة 9 أشهر بدءا من أيلول ولغاية أيار العام الجاري العام 2022 تتم بشكل مباشر من المزارع إلى سوق الهال، والتدخل من قبل وزارة التجارة الداخلية ممثلة بالسورية للتجارة لسهولة استجرار المحصول بأسعار تراوحت بين 700 و800 ليرة حسب الصنف والنخب، وتقديم التسهيلات ضمن الإمكانيات المتاحة. أعلن فرع المصرف الزراعي التعاوني في السويداء عن بدء بيع مادة سماد سيلفات البوتاس للمزارعين رزوم الأشجار المثمرة. وأوضح المهندس نسيم حذيفة مدير المصرف أن بيع الأسمدة يتم وفق جدول الاحتياج الفعلي المعمول به والتنظيم الزراعي الصادر عن مديرية الزراعة والكميات المتوفرة منها لدى المصرف، وذلك بسعر قدره 1,800,000 ليرة سورية للطن الواحد. ولفت حذيفة إلى أن فرع المصرف مستمر ببيع سماد السوبر فوسفات للمزارعين للأشجار المثمرة حسب الاحتياج الفعلي، وكذلك تمويل احتياجات زراعات القمح بنسبة 50% من الاحتياج للأسمدة الأزوتية وكامل الاحتياج لباقي الأسمدة. نحو 258 منتجا من أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة توزعوا على 107 أجنحة لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها في معرض منتجين بدورته الثانية الذي انطلقت فعاليته في خان الشونة بحلب القديمة ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي. من خان الشونة في المدينة القديمة بحلب الذي عاثت فيه العصابات الإرهابية المسلحة خرابا وتدميرا وحرقا، ها هو اليوم ينبض بالحياة فيلتقي فيه المنتجون أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة من أهالي حلب ممن صمدوا صمود قلعتها في وجه الإرهاب. فكان معرض منتجين بنسخته الثانية لعام 2021. عندما نرى هؤلاء الشباب بإبداعات في القطاعات المختلفة والتوجه إلى تحقيق شعار الذي طرحه السيد الرئيس الأمل بالعمل، لهو خير دليل وترجمة من خلال هذا المعرض الذي يبرز في الحس الوطني لدى جميع السوريين عامة وفي حلب خاصة بأننا سنعود للصناعة وللإنتاج علاقه كما سابقي أحدي في ظل تطورات جديدة توحي بمستقبل واعي. أصدرنا قرار بمنح سجل تجاري لكل من هو في منتجين اثنين بدون أي شرط، لا ملكية مكان ولا محل تجاري ولا شيء، وأيضا حماية علامات لكي يستطيعوا أن تكون لهم ماركاتهم. هؤلاء الشباب تحولوا إلى رمز حقيقي، رمز ومثل أعلى وقدوة لكل الشباب السوري بأنه بالإنتاج وبالاجتهاد تستطيع أن تتحول إلى صاحب علامة تجارية وصاحب مشروع ناجح وتتمكن من تحقيق مستقبل مهم لك ولعائلتك ولمدينتك ولبلدك. المشاركة كتير مهمة لحتى نرجع نورجي للعالم. المعرض بحد ذاته هو رسالة لحتى نفرجي إنه حلب ما بتموت، الصناعة بحلب كل ما لها بازدهار أكبر، لحتى نفرجي للناس إنه الحرفي الحلبي هو قادر يرجع يوقف على أجره ويرجع من أول جديد والحرفة ما بتموت. بمشاركة نحو 258 منتجا من أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة توزعوا على 107 أجنحة لعرض منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها. نحن اليوم بمشاركتنا بمعرض منتجين 2021 عم نجسد القيم الأساسية اللي نحن بنشتغل عليها وهي دعم مشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة واللي هي بتكون الدعم الأساسي لكثير من الأسر اليوم الموجودة بسوريا وبتدعم الاقتصاد الوطني
بالوقت ذاته. احنا عم نشتغل في احلك الظروف وبظروف كتير صعبة، عم نقدر نطالع منتج صناعي في ظل الحصار وفي ظل الصعوبات يلي نحن عم نعانيها. قدرنا نطالع منتج نشارك بعدة مهرجانات، ولكن اهمها كنا منتظرين معرض منتجين بعد المعرض الاول اللي حقق كتير نجاح، اللي هو معرض منتجين واحد، اللي خلانا نتحمس اكتر ونشتغل اكتر على الموضوع. انا سعيدة بهذه المشاركة، اول مرة بشارك بمعرض منتجين ومبسوطة انه تجربة جديدة، وان شاء الله بتفتح لي افاق جديدة للكل يتعرف علي ويتعرف على هالمنتجات. مشاركتنا هون حتى نوصل رسالة قوية لكل العالم انه نحن هون، نحن بحلب ما طلعنا وعم نبلش، يعني ما في شيء رح يمنعنا، منتجين كنا وما زلنا منتجين. فرصة كتير كبيرة إنه نحن المنتجين الصغار، لأنه ساعدتنا كتير إنه نعمل مشاريع، والمشروع أكيد نحن رح نطوره كل يوم عن يوم. إنتاج صغير ومشاريع صغيرة تكثر بالعمل، فيصبح معها الإنتاج قيمة سامية في زمن ما بعد الحرب. ولسان حال المنتجين يقول: من حلب هنا سوريا. هذا ويستمر المعرض حتى 20 من الشهر الحالي. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. أخبارنا الاقتصادية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى السياسة مع نزار. إليك شكرا. افتتح اتحاد فلاحي إدلب مقره المؤقت في مدينة خان شيخون بعد إعادة ترميمه، مما سيسهم في تحسين حال المزارعين الذين عادوا إلى العمل في أراضيهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم. ضمن خطة الحكومة السورية في إعادة دوائر الدولة للعمل في المناطق المحررة واحتفالا بعيد الفلاحين 57، افتتح اتحاد فلاحي إدلب مقره المؤقت في مدينة خان شيخون بعد إعادة ترميمه من آثار الإرهاب. ليس المهم هو البناء أو الحجر الموجود في خان شيخون أو حضورنا إلى هذا المكان، لكن القرب من الأخوة الفلاحين في هذه المنطقة لتقديم كل الخدمات، بحيث لا يتكبد الفلاح عناء السفر إلى محافظات أخرى من أجل القيام بواجباته أو مطالبه الزراعية. الأمر الآخر وهو الأهم لدينا هو عودة الفلاحين إلى أراضيهم واستثمار كل شبر من هذه الأراضي الخيرة. بالنسبة لمستلزمات القطاع الزراعي، نحن لا نؤخر شيئا مما يريد القطاع الزراعي، وبخاصة بموضوع المحروقات. طبعا نحن الأراضي الزراعية اللي زرعت من قبل المالكين أخذت محروقاتها، والآن نحن بصدد منح المستثمرين حصصهم من المازوت بعد زراعة الأرض. هلا هدف افتتاح مقر اتحاد فلاحي في خان شيخون طبعا نكون قريبين من الواقع الفلاحين في محافظة إدلب، ونقوم بدعم الأخوة الفلاحين في المحافظة. تم تدشين مقر اتحاد الفلاحين في ناحية في منطقة خان شيخون، مما يسهل على الأخوة الفلاحين عبر السفر إلى حماة. فأخوتنا بالريف المحرر صاروا بخان شيخون أقرب لمراجعتهم وتسهيل أمورهم. عودة مقر الاتحاد والروابط الفلاحية للعمل بريف إدلب، المنطقة الزراعية الهامة على مستوى المحافظة، سيسهم في تحسن حال الفلاحين الذين عادوا لزراعة أراضيهم رغم الصعوبات الكثيرة التي تنتظر الحلول، خاصة المازوت وتأخر التوزيع. سنفتتح اليوم مقر اتحاد الفلاحين لمحافظة إدلب في مدينة خان شيخون، اللي هي حاليا بتمثل محافظة إدلب، حتى نكون قريبين من أخوتنا الفلاحين اللي موجودين بمحافظة إدلب، حتى نساعدهم بتأمين مستلزمات بدارهم من ناحية أسمدة وبدار. اليوم احنا فلاحين إدلب، واقعنا الزراعي جيد، وننتظر إن شاء الله الأمطار. استلمنا الحنطة، استلمنا الشعير والسماد، بدأت الدولة تسلمنا سماد، واليوم في عنا تدشين اتحاد إدلب لتخفيف العبء على المواطنين. يقوم المزارعين بحراثة الأرض وزراعتها ومتابعة أمور الأشجار المثمرة، فهذا يخفف عبئا كبيرا عن المزارعين والفلاحين في المحافظة. زراعيا، فلاحو إدلب بدأوا زراعة محصول القمح الاستراتيجي
وخطة مديرية الزراعة لهذا العام تبلغ 30,000 هكتار للقمح و45 ألف هكتار للشعير بانتظار خيرات السماء لتنبت هذه البذار سنابل خضراء تدعم الأمن الغذائي والاقتصادي في البلاد. والأخبار رياضة مع مجد وسخي. سعد مساك نزار، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا لآخر الأخبار الرياضية والبداية من العناوين. الجلاء يحقق الفوز على الحرية بفارق 16 نقطة ضمن مباراة المرحلة الثالثة من عمر الدوري السوري لكرة السلة. في الدوري السوري لكرة القدم المتصدر تشرين يحل ضيفا ثقيلا على الطليعة في حماة، وقمة منتظرة في ملعب تشرين بدمشق بين الوحدة والاتحاد. أهلا بكم. حقق الجلاء فوزا كبيرا على جاره الحرية وبفارق وصل إلى 16 نقطة ضمن مباراة المرحلة الثالثة من عمر الدوري السوري لكرة السلة. الجلاء استطاع أن ينهي الربع الأول متقدما بنتيجة 14 نقطة وبواقع 24 مقابل 10 نقاط، ورغم تفوق الحرية في الربع الثاني الذي أنهاه لمصلحته ب 17 نقطة مقابل 13 نقطة إلى أن الشوط الأول انتهى لمصلحة الجلاء بفارق 10 نقاط ب 37 مقابل 27. وفي الشوط الثاني دخل الجلاء بقوة واستطاع أن ينهي الربع الثالث بفارق كبير وصل إلى 14 نقطة وبواقع 27 مقابل 13 نقطة، لتصبح النتيجة 64 نقطة للجلاء مقابل 40 للحرية، ليستمر تفوق الجلاء في الربع الرابع ولتنتهي المباراة ب 83 نقطة مقابل 67. واستطاع اللاعب بسام معاز أن يخطف الأضواء في المباراة رغم خسارة فريقه الحرية بتسجيله ل 31 نقطة مع 4 ريباوند و3 تمريرات حاسمة، في حين كان اللاعب جورج دولمايا الأفضل في فريق الجلاء بتسجيله ل 18 نقطة. وفي مباراة أخرى تغلب الطليعة على الثورة بفارق 5 نقاط وب 73 نقطة مقابل 68، هذا وستستكمل مباراة هذه المرحلة الجمعة بثلاثة لقاءات، حيث سيستقبل الاتحاد الجيش في قمة مباراة هذه المرحلة بتمام الساعة 5 وستكون منقولة على قناة سما، بالإضافة لمواجهتي حطين وضيفه الكرامة والوحدة وضيفه الفيحاء. لازم يراجع نفسه شوي وخاصة بالهجمات. أخبارنا الرياضية انتهت، شكرا لحسن المتابعة وعودة إلى نزار. شكرا. شكرا لك. تذكير بالعناوين. تسوية أوضاع نحو 6,000 شخص في مركز مدينة البوكمال. الجيش اليمني يسقط طائرة تجسسية لقوى العدوان ويقصف خميس مشيط. ومبادرة إيرانية في إطار إنجاح محادثات فيينا وترحيب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى اللقاء.